بكم من جديد، اهلا بكم معنا في حضرة المساء. واول فقراتنا هي فقرة مهمة جدا، فقرة في خدمة المجتمع وتطور المجتمع السوداني من خلال الشركات الجديدة، الشركات الرائدة في سوق العمل. بنتمنى انه كل الشركات تقدم كامل خدماتها للمواطن السوداني بطريقة ترتقي للعالمية، واكيد منها نحن حنتطور ونمشي لكثير من الطرق اللي حتأدي بينا للعالمية مباشرة. شركة حاضرة معانا اليوم وهي شركة داغلو، يمكن واحدة من الشركات اللي عندها كثير من الأنشطة وأنشطة متعددة، ولكن بكل المميزات والمسميات والنشاطات اللي بتقدم داخل الشركة عندها نشاط مهم جدا، وهو نشاط الإشارات المرورية أو اهتمام تحديدا بإشارات المرور وتحديث لنظام المرور عموما في السودان. ونحن محتاجين أن نحدث إشارات المرور بطريقة ممكن هي تكون مواكبة للعالمية، وأكيد الحاجة دي فيها حفاظ لأرواح كل مواطن سوداني. مساء جميل، أكيد بجمعنا بكم مع الأستاذ محجوب أبو عنجة وهو خبير الإشارات المرورية حضورا من أستراليا. مرحب بك معنا، ومديرا للشركة داغلو، مرحب بك معنا في حضرتك. شكرا، شكرا جزيلا للقناة وشكرا للاستضافة، والواحد سعيد أنه يكون معكم في الأمسية دي، ونشعر فيها كلنا بالدفء ونشعر بالمحنة والمحبة للوطن. يعني إحنا برا السودان الواحد دائما محموم بقضايا بلده، محموم بقضايا وطنه، محموم بالإشكاليات الموجودة في السودان وكذا، وبنحاول نطرح رؤى وأفكار فأنا ممكن تساعد في أنه يعني ترفع من شأن البلد وتقدم خدمات وتعمل بروموشن للإشكاليات الموجودة. شركة داغالو، حقيقة مش داغالو، داغالو نصحح، هو فعلا الاسم صعب شوية، لكن هو مشتق من المنطقة اللي تولدنا فيها في جنوب كردفان في كادوغلي، ودي منطقة بتاعت النشأة، فحبزنا فأنه احنا نرجع الشكر والإرفان للمنطقة داغالو. و هي شركة من الشركات الموجودة أو ضمن الشركات الموجودة أو زي وزي الشركات الموجودة، لكن دارنا نخرج من الإطار التقليدي بتاع الشركات دي للمواكبة ونقدم خدمة للشعب ونقدم خدمة للمواطن، خدمة للدولة ذات نفسها، ودي بتكمن في 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 المشاريع اللي ممكن تقدم من خلال الشركة نفسها. جميل. قبل ما نجي للمشاريع دي، أول حاجة حبيبي على السلامة، طمنا على الجالية السودانية كلها بأستراليا، وخاصة إنه كان في إغلاق قاسي جدا عليهم بسبب جائحة كورونا. أكيد، وما زال الإغلاق موجود حتى الآن، يعني ممنوع السفر وإلا قادم أنت لعمل أو قادم لسبب يعني وجيه فأنه أو مقنع، مش وجيه، مقنع. يعني أنا بذكر أنه في واحد أمه توفت ودار مشي مصر وقال له ما في سفر، فما زال الإغلاق موجود حتى الآن بالنسبة لل الجالية السودانية كبيرة هناك. جالية كبيرة جدا، ملبون وتسنامي، جالية كبيرة جدا، جالية كبيرة جدا، والناس في أنشطة مختلفة وفي مجالات مختلفة بيقدموا يعني عمل للبلد هناك الأسترالي نفسها، لكن يعني في كثير برضو حاول يرجعوا في هجرة عكسية بأفكار كويسة ممكن تفيد البلد في أشياء كثيرة جدا جدا، من ضمنها المشروع أو المشاريع اللي احنا جايبينها، فانه احنا نيجي نخدم بها البلد، لانه بلد زي استراليا ما محتاج للعلم ده ولا محتاج للكوادر الموجوده هناك ولا محتاج، لكن احنا قدر ما احنا ننظر ويفوكس على البلد المحتاج للحاجه دي. يعني ده العزم على ابناء البلد انهم يرجعوا ويأتوا بخبرات من اجل تطوير البلد وكذا. انا ما عارفه يا تغريد، لكن لو كنا عمليين وشاهدنا المشروع على ارض الواقع، واليوم كان عندكم تدشين صحيح للشركه او تدشين الورشه الموجوده وكذا، خلينا نشاهدها من ثم نتحدث عنها، ايه رايك؟ جدا، ما في مشكله، تفضل. تجاريه جاركم بجاي، يمكن امس جاني شخص داير يسجل الشركة بتاعته للتصدير والاستيراد، داير يدي مقارنة بسيطة مع أخونا الباشمهندس محجوب. فزول لما يصل للمرتبة بتاعته إنه داير يبقى مصدر ومستورد، معناها كل الباكتش بتاع الاحتياجات بتاعته متوفرة يعني. وفعلا طلبنا منه المستندات، بعد ذاك لما جينا للتسجيل قال لي والله يا أخي دايرك توجه لي جماعتك في إنه يديني لها بالتقسيط، أنا أدفع الرسوم بالتقسيط. هي الرسوم كلها لا تتجاوز 50,000 يعني.
فاستغربت انسان دار يصدر يورد ودار يدفع 50 بالتصدير، ده حيصدر شنو؟ الاكسجين غاز. بينما الباشمهندس محجوب الان مؤجر فندق له باعلام كامل مما يؤكد يعني دائما ابدا جديه الناس بصراحه. يمكن انا اول ما جيت غيمت تقييم ايجابي للخطوه حقته، ويمكن البنيه التحتيه كلنا نتفق كاقتصاديين، البنيه التحتيه هنا محجوب مش يصرف على الاعلام عشان يصلوا حقه، الاعلام هو اللي يصلوا. نمره اثنين، انا منحاز جدا لاهلنا النوبه، انا نوبي واخونا عبد العزيز حمدان ده يعني زميلي جدا، وحقيقه لولا ارتباطي يعني باجتماع سابق والله كان قعدت لحد النهايه، لكن اعدك اي اجتماع او اعتبرني من الليله في مجلس ادارتك مجان. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى في انه ربنا يوفق الباشمهندس وكل الطاقم. واخونا مدثر بالمناسبه اللي هو مدثر ده زميلي في الاوليه من الابتدائي، انا مولود في غرب دارفور. فانت الليله جمعت كل الاحباب والقيادات، واتمنى لك التوفيق. ونحن في الغرفه التجاريه انا بقول للباشمهندس اي خدمه انت بتطلع، طبعا كل النشاط التجاري موجود عندنا كمستوردين موردين مقاولين مهندسين، كل النشاط الاقتصادي في السودان موجود عندنا. فنحن ان شاء الله ندعمك قلبا وقالبا بما اوتينا من كل الامكانيات باذن الله. الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. نحن في الاداره العامه للمرور حضرنا حفل تدشين شركه دقالو للانشطه المتعدده، وهي الحقيقه يعني سعدنا حقيقه بهذه الشركه السودانيه الخالصه التي اتت بخبرات يعني عالميه لتقدمها للسودان. وجل هذه الانشطه حقيقه معنيه بها الاداره العامه للمرور، لانها هي بتمثل يعني سياسة وأهداف للإدارة العامة للمرور في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات مرورية للمواطن السوداني. حقيقة يعني نحن سعدنا حقيقة بهذه المشاركة، وإن شاء الله يعني الأيام الجاية حتشهد يعني تعاون كبير وتنسيق مع هذه الشركة، باعتبار أنه هي بتعتمد على كوادر سودانية مؤهلة في تحسين بيئة العمل المروري وإدخال نظام التحليل، تحليل البيانات للاستفادة منها في السياسات التي تضعها الإدارة العامة للمرور. وسعدنا حقيقة بهذه المشاركة، وإن شاء الله يعني نعد بأنه الشهور القادمة حتشهد يعني نشاط ملحوظ يعني في الشارع وباستخدام البرمجيات الحديثة في طرق المرور. يعني يبدو انها يعني امسيه مشهوده ووضحت الفكره. تحيه لكل الضيوف اللي كانوا معنا من خلال المحطه السابقه، تحيه للاستاذ مبارك، وبس برد لك نيابه عن الدكتور انه يعني دي العقليه العمليه هي كذا. الفرق ما بيننا وما بين دول العالم الاول، هم بيفكروا بطريقه عمليه جدا وبابسط الامكانيات عشان يقدروا. مش معنى انه انا يعني بعمل حاجه بالاقساط معناه انا لا امتلك، لا انا بحاول اقلل الخسائر في البزنس، صحيح ولا لا؟ صحيح. وقبل قال كلام مهم جدا يمكن ما سمعته، انه يعني انا دفعت للاعلام عشان انا الاعلام يجيني، المفروض الاعلام يجيني ويدفع لي. يعني افتكر هو يعني بصراحه كده الواحد يعني دار تقدم عمل لابد انك تقدم تضحيات وتقدم جهد وتقدم جهد فكري ومالي وكذا، يعني ده في العالم اليوم يعني في العالم كله. لكن الاعلام انت بتدفع يعني اضعاف اضعاف منتجك عشان تقدر بعد كده المره الجايه من غير اي دفع تكون عملت اسم صحيح. هو دنيا الاعلام كده للاسف والاعلان صحيح. وانا قصدتها بالحته دي فانه احنا نبرز الشركه يعني بروز بتاع انها هي تقدم خدمه. نعم يعني احنا نطلع للناس مش الناس تجينا، لانه اكيد لو طلعنا للناس الناس هتجي، ليه ترون الناس هيجوا بعمل مقنع وعمل بروفيشنال ممكن يساعد الديسيشن ميكر ويمكن يساعد الناس اللي بتخذ القرارات والناس اللي بتعمل بلاننج والناس بتعمل الحاجات. لانه الشيء الظاهر العام في انه مساله البلاننج عندنا هنا في السودان نفتكر
محتاجه لشغل كبير, انه يكون في بلانينج, مش بلانينج فور ذا شورت تيرم ولا الميديوم تيرم, انما فور لونج تايم. نعم يمكن لونج تيرم. نعم عموما هي في وضع الخطط واحتياجه لفترات طويله مع العقبات اللي بتواجه السودان عموما. بنتمنى لكم ان شاء الله يعني طريق ممهد, ويمكن الشركه بالنشاطات ذكرت من خلال التدشين او من خلال ذكرنا لها يعني قبل شويه في اشارات المرور والاستيراد والتصدير, حابين نتعرف بصوره اوسع عن نشاطات الشركه اللي بتقدموها وعن اهدافها. وكمان يعني الشركه هي تاسست من 2017. نعم يا دوب وجودها في السوق. الشركه تاسست من 2017, لكن بنشوف انه ده انسب زمن الشركه تبدا فيها شغلها. نعم بحكم أنه النظام الفات والسيستم اللي كان موجود في الدولة ما كان مساعد, فأنه ممكن استوعب حاجات زي دي يعني كده, أو حتى لو استوعب الحاجات زي دي بي بي بتكون فيها عقبات كثيرة, فيها عراقيل كثيرة. نعم لكن بإفراج البلد ويعني مع الحكم الحس الحالي الموجود والناس تستشرق آفاق الديمقراطية وآفاق التغيير, لابد أنه برضو تصحب المرحلة دي مثلا بتغيير في أشياء كثيرة. دار نغير يعني الشعب السوداني ذاته لازم يتغير, يعني عنده حاجة بقولها behavior change. إحنا محتاجين نغير يعني هسا أنا بتكلم بصورة عامة, بتكلم في الحتة دي من ناحية عامة. يعني هسا أنت تكون سايق في الطريق وأنت very panic, خايف أنه يضربك زول أو أنت تضرب زول أو كده, نسبة للزحمة الموجودة ونسبة لعدم اتباع النظم الصحيحة في القيادة نفسها. يعني المركبة اللي تسايقها دي هي مسؤولية كبيرة جدا, مسؤولية بتاعت أنك أنت لنفسك أنت, ومسؤولية للأسد اللي أنت فيها دي, ومسؤولية بتاعت الناس التانية. لذا في معظم دول العالم قد عشار الحمراء الحكم على إعدام, صحيح؟ لا لا ما إعدام, لكن لا في دول كده انه يعني لدرجه لاهميه انت بتقطع باستهتار الشارع الحمراء بتعرض حياتك وحياه اخرين لخطر. وعموما اليابان 2005 احتفلت باجلاء اخر ستوب او اشاره ضوئيه. أي. الله غالب. الله غالب يعني الله غالب. وهسه الليله بنتكلم عن الاوتوماتيف كار, يعني طياره, اقصد بقول شنو, سياره ماشيه كلها ريموت ماشيه وانت بتسوق, ولو في خطر بتنزلك وانت بتجيف ليك وبتاع كده. بينما نحن حاسة ما قادرين يعني شوف شوارعنا دي, شوف الزحمة اللي فيها. الجديد في الشركة شنو في الإشارات اللي جبتها طيب؟ الجديد في الشركة النظم. يعني حندخل سيستم في البلد إذا كان الناس وافقت يعني, والناس منو هم الأوثوريتيز يعني الحكومة الوزراء المعنيين بهذه الشغلين اللي هو وافقوا. إحنا بنجيب سيستم, السيستم ده بيعمل كنترول, بيعمل مانجمنت للحركة المرورية ككل يعني. والغرض من المسألة دي كلها شنو؟ إحنا دارين سيفتي, سلامة المرور. هي سلامة دي مسؤولية منه, مسؤوليتنا هي كلنا, ما مسؤولية زول, ما في زول, ما في زول مسؤول منها. السلامة دارين نعمل شنو؟ دارين حاجة بقولها الترافل تايم. يعني إذا كان أنا مثلا مسافة من هنا توديني من درمان ساعتين, أنا ممكن أنا مفروض أمشي في نص ساعة أو أقل من نص ساعة. صحيح الزحمة حتى قريبة جدا بنتكلم عن الافيشنسي. افيشنسي يعني كيف الشارع ده هو مستعد فانه يقدم لي خدمه ذاته, الشارع ذاته يقدم لي انا خدمه. يعني الحفر الموجوده دي والكسير الحاصل, يعني المركبه بتاعتك يعني انت لو اشتريت عربيه جديده انت بعد شهرين ثلاثة شهور بتكون سايق لك, كان الناس بتتكلم انك تستخسر سايق لك خرده بتاع سيارات جديده, سايق لك خرده بتاعت عربيه. صح. نتيجة للشارع أنه ما الشارع معمول بطريقة ستاندرد أو معمول بالطريقة العلمية الصحيحة, ففي خسائر كثيرة موجودة. بنتكلم عن حاجة بقولها الريلايبيليتي, يعني أنا من هنا ماشي بحري ومتعود من هنا كل مرة أقوم من هنا أصل بحري في نص ساعة كل يوم, نص ساعة كل يوم نص ساعة. لو حصل أنا تأخرت مثلا مشيت في ربع في 45 دقيقة أو مشيت في ساعة, ما أنا في حاجة خطأ مش كده؟ دي الحته اللي بنقصد بها الريلايبيليتي. الريلايبيليتي هاو ريلايبل الشارع ده هنا على مزاجيه الشارع. زمنك للاسف بترهنوا انه هل في زحمه, انه في لقى اثنين بيتخانقوا وخلاص عملوا زحمه في الشارع, او في سياره تعطلت, او
يعني الزحمه دي، الزحمه دي ذاتها احنا محتاجين نتكلم عنها كثير. كهرباء قطعت، الاستوب وقف. كهرباء قطعت دي مهمه جدا. حتى كان في سؤال قبل في الاذاعه عن المساله بتاعت اسمها ده اللي شنو يعني، هل في بدائل للكهرباء اللي قد تقطع دي؟ نعم في بدائل. البدائل مثلا السولار سيستم، السولار سيستم هسه ممكن يغطي الحته بتاعت قطعات الكهرباء. نعم. وتوفرها وكده يعني. نعم العالم كله اتجه للسولار، اللي هو الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه نفس كده البديل الموجود، ودي واحده من الحاجات اللي احنا هسه ركزنا عليها في الاستشارات الهندسيه. عندنا مهندسين مختصين في المجالات بتاعت الكهرباء والطاقه البديله اللي احنا نستحدث فيها الحاجه دي بتاعنا. والمساله دي كلها بتتوقف على الدوله، هل الدوله عندها الاستعداد فانه يعني ما نقول اي حاجه نخطها مثلا شنو امكانيات نو اتس نوت امكانيات، اتس منتاليتي بتاعتنا. فانه هنا يعني ار وي اكسبتنج نيو ايديز للمساله دي ولا بس يعني احنا كل مره نقول هاي ما ده ما في ده ما في نو في نعم يجب ان نستوعب الافكار الجديده. لازم بحاول الترجمه عشان ما لازم صحيح. ويمكن يعني من خلال حديثك يعني استوفيت انه رسائل مهمه جدا هي للمجتمع، او انه الشركه هدف الاول انه المجتمع والمواطن السوداني من خلال التحسين او تحسين الخدمات للمواطن السوداني في الطريق عموما وفي الشوارع المروريه. اكيد عندكم رسائل ثانيه تجاه المجتمع عشان تكونوا اكثر ابتكار واكثر تنوع، ومن خلاله تقدروا تكونوا واحده من الشركات الرائده في السودان، ممكن نقول في العالميه حتى. والله الشيء اللي احنا ممكن نبدأه مع الناس ده يعني هسه هو المشروع في اطاره الاولي، يعني ما لقى الاكسبتنس كامل كده من الدوله، وهو ستيل ان ذا بايب يعني لسه هيمشي ان شاء الله. لكن الرسائل ممكن واحد يوجهها فانه يعني الشارع هسه شايف انه بصورته دي والحركه المروريه بصورتها دي يعني لا يمكن السكوت عليه. ده من وجهه نظري انه لا يمكن السكوت على هذا الوضع. نعم. اسوأ ما في الشارع الان ايه طيب؟ متفاخر جدا. اول حاجه الشارع اتس اوبريتنج بيوند اتس كاباسيتي. يعني اذا كان الشارع انت عندك شارع كده بس بمشي لك عربيتين الليله، في ثلاثه شوارع زياده بقوا خمسه، يعني خمسه عربيه ماشيه كده في الشارع. صحيح. حتى بينزلوا من الزلط بيمشوا في الحته دي. انت بتحاول يعني حل المشكله من الجذور، ليس فقط أكيد. الشارات او الطرقات، لكن من الطرق. نعم. اكيد يعني الشارع ده ذاته هسه احنا هسه لو بدينا هسه الحكومه دي لو قال يا اخي تعال ابدا شغلك ده، اول حاجه الشارع دي اول حاجه ده الشيء اللي بنبدا به ذات الشارع ده، بل هنبدا نهيئ المواطن نفسه. لازم يكون في اويرنس كامل بالنظم المروريه بالقوانين بي 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 ده كله. الشعب محتاج للكلام ده والناس محتاجه للكلام ده انها تعرف. يعني انا سايق يجيني واحد مثلا يتخطى العربات دي كلها عشان ما يلف شمال، وهو جاي من اقصى اليمين لاقصى الشمال يوقف في السيارات دي كلها عشان ما هو يمشي، دي ثقافه ما مظبوطه ما موجوده. اجمل حاجه ركزت عليها انه دي ثقافه ما مظبوطه. في استهتار من المواطن نفسه، نكون واقعيين ونحترف، تخطي باليمين وتخطي باليسار واستهتار ما عادي، والشوارع لوحدها ضيقه والاستوب احيانا كثيره متوقف، ليه بنعرض روحنا والاخرين للخطر؟ يعني دي مسج مباشره انا بستاذنك عشان اوجهها للمواطن. يعني الان وانا جايه في حادث في الشارع بذات الفكره انه واحد متخطي بالخطا وما عندها معنى في شارع ضيق في زمن ذروه. صحيح. فلا نحن محتاجين لوعي عام عدم الأنانية يعني حتى في الشوارع عموما. بالتأكيد يعني المسألة دي مسألة تثقيفية بحتة، مسألة تثقيفية بحتة. بعدين يعني احنا قاعدين نتنازل بين أرواحنا كده، يعني الواحد ما قاعد يهمه. نعم. ودي حاجة أنا أفتكر ذاتها يعني هسه خلانا احنا نفكر في المشروع ده شنو. نظرنا في الاستاتستكس بتاع الحوادث بتاع المرور في السودان اللي كم سنه اللي ورا كده، يعني هاو ماني الفاتاليتيز هاو ماني سيريس انجريز في خلال السنين دي، مثلا كل سنه لهذا تبقى في السنه اكثر من 1000 وشويه ناس ميتين. صحيح. نعم. ده عدد كبير جدا، عدد كبير خالص. هنا جينا هنا قلنا للناس دي يا زول عددكم العدد ده كبير، احنا ممكن ننزله ل 100 ومقتنعين ان الميزات كثيره.
لانه في الدول المتقدمه لو مات زول واحد شفت البرلمان كله بيجي على حيله والناس كلها قدموا استقالات زول واحد بس حيث الانسان غيمه. يعني نرجع 7 سنين اللي ورا عشان نعمل ريتريفر للداتا نشوف في كم زول مات بالحاجه اللي انت قلتها دي ما هتلقى. لكن هسه لو جيت عملنا الداتا حسب بالطريقه اللي انت قلتها هسه انت جاي فيه يعني وتلقى عدد هائل جدا عدد كبير استهتار كبير لانه ما في انفورسمنت ما في عقوبات ما في قانون رادع وقتي قانون ينفذ. انا متاكد انه في قوانين موجود لكن متأكد. عشان ينفذ لو كان بينفذ ما كان الناس استهترت بشكل كبير يجب ان ينفذ يجب ان ينفذ تنفيذ وقتي يعني مثلا انت غلطت طوالي تاخذ على راسك بتاع خلونا نغير كل حاجة تغيير يشمل كل شيء ويمكن حتى المسميات هي لشوارع معينة ولمناطق معينة هي بتحصل فيها تكرار نفس الحوادث وفي نفس المواسم وفي نفس يمكن الفترات الزمنية. نرجع يعني للأشياء اللي ممكن تكون هي إيجابية من خلالها ممكن إدارة المرور أو ممكن أنتوا كمان في المشروع تستفيدوا منها حضور التكنولوجيا لكل فرد ممكن إحنا نلقى إنه التكنولوجيا بقت هي حاضرة عموما من خلال التطور نظرة العالم عموما إحنا كمان في السودان بقينا أكثر مواكبة. إدارة المرور من خلال البيانات والمعلومات المتوفرة كيف ممكن تقدر تستفيد من التكنولوجيا؟ يا سلام ده سؤال كويس. أول شيء المنظومة المرورية من غير تكنولوجيا ما 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 أظن نعمل فيها حاجة لأنه أنت محتاج لكمبيوتر محتاج للسوفتوير محتاج لإكويبمنت ساعدك ودي ناس تقدموا فيها كتير جدا. أنا ما أعرف إلى أي مدى السودان هسا قادر في أنه تؤمرج التكنولوجي في حياتهم العملية واليومية. ما حاولت تعمل بحث يعني؟ لا لسه ما حاولت اعمل بحث في الحته دي وكده لانه يعني انا حاسه انا في الكمبيوتر اللي عندي انا حاسه حاليا ودي حاسه قاعد اعاني انا ودي اشارات ما مظبوطه يعني انا بعاني انترنت عشان يدخل عليك في الكمبيوتر عشان يخليك تعدي عملك مرات بيقطع ما في خالص الكمبيوتر بيكون فيه سوفت وير بيكون فيه انظمه بتحتاج للانترنت على طول عشان انت تقدر تتواكب تعمل الحاجه اللي تعملها. عندنا هسه مثلا عندي لايسنس في 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 سوفت وير بتعمل موديلنج للترافيك الانترسكشنز راوند اباوت ولا تي انترسكشن ممكن جبال لو كان في التصوير ظهر وكده كان نشير عليه لكن يعني جلال ممكن تعيد لنا صور من ال ندخل في صور جبال في صور جبال الفئه الصوره بتاعه ال امشي قدام ايوه فينا نعم ده الشكل من الاشكال. انا يعني عملت سكتش سريع جدا عشان اوريك المشكله شنو والحل بالنسبه لها شنو. جميل الرسمه اللي فوق دي ده حل للمشكله التحت ده الكرنت سيتويشن ده شارع جاي من الجيش لا 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 القيادة العامة وماشي طوال لجاكسون ولا اسمها شنو الكوبري بتاع مدربان نعم ولا الجزء الفوق داك ده ماشي الكوبري بتاع المكنمر مش ده كوبري المكنمر ماشي بحري نعم. انا بس في الاشارات دي شويه كده في الطرق المكنمر صحيح المكنمر والتحت الجاي ده جاي من افريقيا او جاي من المطار شارع المطار نعم ايوه شفت الحته دي المستشفى شفت المثلث شفت الزاويه اللي على شمالك ذاك المستشفى وزير البنى التحتيه طوالي شفت امكن كم بلوك كده من الحته دي عشان كده احنا اخترنا الحته دي فانه انت وزير قاعد هنا وعندك مشكله وراك ذاتك انت ما جايب لها خبر وكده فدي العلاج بتاع يوزنج التكنولوجي ويوزنج السوفت وير اللي ممكن يساعدك فانه انت تصل لحلول الشكل الفوق ده نعم دي واحده من الامثله نعم. يعني حطيناه انه ده دي مشكله وده الحل بالنسبه لها في يوزنج التكنولوجي ويوزنج السوفت وير الممكن يساعد. جميل استخدام التكنولوجي او الانظمه او السوفت وير بيوصلنا لواقع اجمل اللي احنا حابين نصل له ونحن في فتره التغيير الان. ايوه التغيير مفترض يشمل كل حاجه بس يعني تقريبا بنحتاج لزمن عشان نصلح الطرق من جديد ونصلح احنا الان محتاجين لاشياء اسعافيه صحيح؟ ممكن كده ولا لا الا من الحال يكون من الجذور لا 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 حاجات لازم تكون ان ستيج ستيب باي ستيب يعني حتى احنا خطوه نعم لو بدينا مثلا في المشروع ده ما حنبدا طوالي كده بكره تلقى نو
في تصور كامل للخطة المفترض تحصل؟ في تصور. قدمتوها لوزير البنى التحتية؟ اي قدمت. هنبدأ مثلا بال الداتا كولكشن، وقبل الداتا كولكشن هنبدأ بالاويرنس، يكون في شغل كبير جدا في الحته بتاعت الاويرنس، وانه الناس تفهم الانظمه المروريه شنو، تفهم الرود رولز شنو، تفهم الحاجات دي. انا متاكد انه عند الناس المرور موجوده، لكن ده رينفورسمنت بس، احنا نعيدها تاني بشكل تابلويد بشكل هنا، ممكن الناس يعملوا فيها ورش، عمل سيمينارز بتاع حاجه دي، الناس بيستفيدوا جدا من الاشياء دي، لانه في لاك. انا ما اعتقد انه في يعني جهة تطرقت للقضايا دي سو فار. يعني المرحلة الثانية هتكون مرحلة بتاعة داتا كولكشن، هنجمع كل البيانات الموجودة، ناس زي الأشياء اللي عملناها هنا ده، هنجمع نشوف الترافيك فوليومز، يعني كم سيارة بتمشي كده، كم سيارة بتمشي كده، نعم، ودي ندخلها في السيستم، السيستم بتحرك ببدأ يدينا التحاليل بتاعته، يقول لك والله الماشين كده ديل مثلا قدوم 20 ثانية، الماشين كده قدوم 40 ثانية، الماشين كده وهكذا. على طول كده احنا بنرسم الحاجة، احنا بنقولها الموفمنت في الانترسكشن دي ذاتها، منو اللي يمشي، منو اللي يقيف، منو اللي ينتظر، منو كده. يعني ما بنظلم، ما فيها ظلم، لكن بده الأولوية دائما للشارع، الفيو الفوليوم كبير وكده يعني. فدي دي الحاجة اللي احنا حنبدأ بها، ونعمل تحاليل ونعمل هذا الأساس، انه احنا لما نجي في النهاية ناخد كل البلانز بتاعنا والدروينجز بتاعنا، انه والله يا اخي الحتة دي الحل بتاعي هو ده، الراون اباوت اللي هناك ده الحل بتاعه كده. المرحلة الثالثة هتكون مرحلة بتاعت implementation، انه نجي بالفعل هنجي ننزل السوفت وير اللي بيعمل management للترافيك وكل، يعني هو سوفت وير واحد عنده الكاباسيتي اللي فيري فيري باورفول، اللي يمكن شفت يمشي الخرطوم دي كلها، وبدك تتوزع على الشوارع ككل. كل شارع هيكون يعني مثلا انت تكوني مثلا قاعده وقدامك الباكيج كامل بتاع السوفت وير ده، بيديك يعني الفرصه والكابابيلتي في انك انت تو اكسس اي حته في النتورك بتاعنا. نعم، يمكن يعني تنظيم الشوارع من خلالها أكيد حيتنظم الزمن، ومن خلالها حتترتب أولويات كثيرة جدا، والإنتاج حيكون بصورة أفضل، وكل شخص حيكون مرتب في كل تفاصيل حياته. الشركة بمشاريع ممتازة، ويمكن بخطة طويلة المدى زي ما أنت ذكرت، أكيد عندك رؤية مستقبلية للشركة مع التوقعات الحاضرة الواقعية. خطتك أو ممكن نقول رؤيتك المستقبلية حتكون شكلها شنو للشركة؟ الرؤية المستقبلية يعني هي يعني أنا جيت السودان السنة اللي فاتت، وجيت حسة يمكن بعد 6 شهور مباشرة في 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 big difference مناسبة. difference كبير. نعم. difference الحاصل يعني بدل ما يمشي الترندز، بدل ما يمشي up it's going down. نعم. it's going down. ده يعني it's good it's not good indication للمسألة دي وكده. المنظومة المرورية والإنفراستراكشر ككل it contributes to the national economic. يعني أنا كنت مسؤول، أول ما اهتم به بهتم بالإنفراستراكشر الموجودة دي، الشوارع وخلي العربات تمشي، بتنقل لنا البضايع، بتنقل الناس، الحركة بتحصل فيها حركة ما بين الولايات والعاصمة نفسها. نعم. وده بيساعد في الاقتصاد، عصب الاقتصاد وعصب الحياة المواصلات. ده دي الحتة اللي احنا بنكورك فيها، انه اقتصاد ما في اقتصاد ما في، لانه اللي انتم منتج هسع اللي انتم دي منوجه بيه قاتلت تجيب لنا. نعم، قلت لك ايوه تجيب لنا المانجا. اجيب لكم المانجا هنقولها كيف والشوارع ما في صح؟ نعم. لكن لو في شارع مثلا يجيب لنا المانجا دي مثلا في ساعتين يكون افضل. يعني انا قعدت واحد مع واحد المسؤولين في هنا ده، قال لي يا اخي المشروع ده يا اخي احنا نقعد نشيف السكر ونجيبه ولا نقعد في النهاية. قلت له المشروع ده حملك من السكر هسه في الوقت الحالي يا استاذ. هي رؤيه كبيره اكيد، ومشروع بيعطينا امل انه فعلا بكره احلى. نعم. السودان اجمل، وب سيستم مدروس، ما شغل عشوائي زي ما احتجنا. فان شاء الله على يد شركه داجالو
وكل الأبناء اللي بيجونا بخبرات جميلة من الخارج بيحاولوا يبنوا دار وطن نقدر نبنيه بجد كما نريد. إحنا شغالين جدا على الأفكار الجميلة دي وعلى وطنيتك وعلى كونك رجحت عشان تنفذ عصارة خبرتك وسنواتك الخارجية، وإن شاء الله ربنا يوفقك ونحن معاك أكيد إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لكم كثير، ونتمنى أنه يعني البلد ذاتها تفتح الصدرة للناس البرة تجي، يعني في ناس كتار جدا مثقفين برة متعلمين جدا، يعني أنا حتى معي مجموعة كبيرة جدا، يعني عندي تيم هناك جلوبال تيم هناك موجود، وجينا يعني برضو نكون من المكون المحلي نكون تيم على أساس أنه ممكن هنا ويأبجريد التيم ده ونرفع من المستوى بتاعه، فنكون في المستوى بتاع الناس دي عشان نقدر كلنا نتبادل في الآراء وفي الأفكار نعم. ونقدر هنا نقدم خدمة للبلد ده إذا كان البلد عايزة نعم أكيد تستوعب البلد عاوزة تستوعب الأفكار دي أكيد يعني. البلد عاوزة وإن شاء الله بأياديكم بهمتكم حنكون زي ما بنتمنى وزي ما بنشتهي. شكرا باش مهندس محجوب أبو عنجة لحضورك معنا في حضرة المساء.